جنسو يعلن ربط شبكة الكهرباء بمحطة الجفرة لإنهاء أزمة مدن الجنوب. استئناف منح تأشيرة الشنغن من السفارة الإيطالية في طرابلس ابتداء من فبراير. النشرة الاقتصادية من ليبيا بانوراما، مشاهدين اهلا بكم. كشف وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني بداد جنسو عن عزم شركة الكهرباء ربط محطة الجفرة بقوة 80 ميجاوات خلال 48 ساعة. أوضح جنسو الأربعاء أن العمل جار لربط محطتي سمنو ومجداول بمحطة مجرورة بقوة 200 ميجاوات لإنهاء أزمة الكهرباء في الجنوب، لافتا إلى أن التركيب سيتم خلال 3 أسابيع. وأضاف جنسو أن مخزون مستودع سبها من الوقود وصل إلى 15 مليون لتر، وأن شركة البريغا مستعدة لتغطية الجنوب بجميع مشتقات، وأن غاز الطهو سيصل تباعا. من جهته، أعلن السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني خلال لقاء جمعه برئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السوحلي الأربعاء عن استئناف منح تأشيرات الشنغن من السفارة الإيطالية للمواطنين الليبيين في العاصمة ابتداء من فبراير القادم، بالإضافة إلى فتح خط جوي مباشر بين طرابلس وروما في نفس الشهر. كما أكد السفير قرب وصول محطة الكهرباء المتنقلة إلى طرابلس بقدرة 250 ميجاوات واستكمال الإجراءات اللازمة لربطها بالشبكة العامة للكهرباء. التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير الثلاثاء مجلس رجال الأعمال الليبي برئاسة عبدالله الفلاح. وأكد الكبير خلال اللقاء على دور المجلس في النهوض بالاقتصاد الوطني، متعهدا بالعمل على تدليل الصعاب وحل المشكلات التي تعترض عمل رجال الأعمال الليبيين. من جانبه، أكد المجلس استعداده لمضاعفة الجهد بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وصف المتحدث باسم معبر رأس جدير الحدودي حافظ معمر نتائج الاجتماع الذي جمع إدارتي المعبر الليبية والتونسية الثلاثاء بالجيدة، مؤكدا أن من المتوقع استئناف الحركة بالمعبر خلال الأسبوع القادم. وأضاف معمر أن المجتمعين توصلوا إلى وضع حل فوري لوضع تشابه الأسماء بالمنظومة، والبدء في معالجته وتدليل أسباب الازدحام أثناء تسجيل السيارات بالجانب التونسي. كما تم التفاهم على منع المتاجرة في الوقود وحظر نقل المواد الغذائية المواردة للسوق الليبي بحسب قوله. ناقش أعضاء الرابطة الوطنية للمجالس البلدية مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بمقر الشركة بطريق السواني بالعاصمة طرابلس المشاكل والصعوبات التي تواجهها لمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء. وبحث المجتمعون إمكانية تواصل البلديات مع المؤسسة الوطنية للنفط لتوفير الوقود والغاز لمحطات الكهرباء لاستمرار تشغيل محطات خاصة في ظل هذه الأزمة والظروف الصعبة التي تمر بها الشبكة الكهربائية. تشهد محطات توزيع الوقود بالعاصمة طرابلس ازدحاما وطوابير طويلة نتيجة انقطاع الكهرباء عن محطات الوقود لساعات طويلة. يذكر أن أزمة انقطاع الكهرباء التي وصلت إلى حالة الإظلام التام نتج عنها انقطاع إمدادات المياه والوقود وغاز الطهو. انخفضت أسعار النفط الأربعاء بعد توقعات بأن المنتجين الأمريكيين سيرفعون مستوى الانتاج، وتراجع سعر خام مزيج برنت في العقود الآجلة 82 سنتا إلى 54 دولارا و65 سنتا للبرميل. وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة بانخفاض 80 سنتا إلى 51 دولارا و68 سنتا للبرميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الثلاثاء إنه من المتوقع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي في فبراير بعد انخفاضه على مدار 3 أشهر بحسب رويترز.
أكد رئيس قسم المياه بشركة المياه والصرف الصحي بمكتب خدمات مصراتة محمد أبو حجر لليبيا بانوراما بدأ وصول المياه إلى منازل المواطنين بالمدينة ببطء، وأضاف أبو حجر أن مخصص مدينة مصراتة من المياه الفعلي حاليا ما بين 90,000 إلى 110,000 متر مكعب يوميا، بينما احتياج المدينة الفعلي 140,000 متر مكعب. بدأت المياه ترجع لمدينة مصراتة، لكن كمية الإمداد يعني مازالت يعني أقل من الكمية اللي هي مفروض نغذو بها واللي كانت مخصصة لمصراتة. يعني إحنا نتكلم على ما يقارب على 7.5 في منظومة 7.5 بار في منظومة النهر. حاليا الضغط ما بين 2.5 والثلاثة، وفي زيادة اضطراد مستمر، يعني في زيادة مستمرة. نقول إن شاء الله الأيام الجاية تستقر عملية الإمداد المائي، لكن طبعا هذا يتوقف على برنامج يعني استقرار عملية الإمداد بالكهرباء للأبار الحساونة. قال نقيب الصيادلة بمدينة مصراتة عبد المنعم أبو زقي الاثنين أن النقابة فرضت ضوابط على أسعار الأدوية بالمساحات والصيدليات الخاصة. وقال أبو زقي في تصريح صحفي أن المواطنين بالمدينة يشكون ارتفاع أسعار الأدوية، خاصة أدوية الأطفال وأدوية القلب والسكري والأمراض المزمنة، مؤكدا إبلاغ أصحاب الصيدليات بالخصوص، إضافة إلى أنه يجرى تحديد صيدليات خاصة للعمل في كل منطقة بالفترة الليلية والمناوبة من أجل توفير الأدوية للمواطنين. اجتمع عميد بلدية سرت مختار المعداني في طرابلس الثلاثاء بمدير فرع مصرف ليبيا المركزي في سرت محمد شقلوف لمتابعة ما يواجه عمل المصارف من عوائق ومشاكل مصرفية تتعلق بالسيولة المالية منذ أكثر من عام. حضر الاجتماع مديرو مصارف الوحدة والصحاري والجمهورية بسرت، بالإضافة إلى مدير المصرف التجاري الوطني. نوقشت بمقر وزارة المالية بطرابلس الاثنين في اجتماع ضم كل من وكيل وزارة المالية ونائب مدير عام مصلحة الجمارك ومدير عام مصلحة الضرائب وعددا من مديري الإدارات التابعين لهم آلية جباية الضرائب والرسوم الجمركية الخاصة بالاعتمادات المستندية، والآلية التي تم وضعها من قبل مصلحة الضرائب بهذا الشأن، والتي أحيلت إلى مصرف ليبيا المركزي لاعتمادها والعمل بها خلال العام الجاري. إليكم الخبر الأخير، حيث قال وكيل ديوان بلدية زليتن عمر البربار إن العمل جاري لتوفير كمية من الأسفلت من قبل البلدية لمكتب المواصلات بالمدينة وفقا للكميات التي سيحددها قطاع الإسكان والمرافق، وذلك لأعمال الصيانة البسيطة العاجلة للطرق داخل المخططات المعتمدة بالبلدية التي لا تتطلب تعاقدات، وذلك من خلال فرق الصيانة بالمكتب. مشاهدينا، بهذا وصلنا لختام النشرة الاقتصادية، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جانسو يعلن ربط شبكة كهرباء بمحطة الجفرة لإنهاء أزمة مدن الجنوب. واستئناف منح تأشيرة شنغن من السفارة الإيطالية في طرابلس ابتداء من فبراير. كما يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحتنا على الفيسبوك ليبيا بانوراما. أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.